السلام عليكم. اليوم نعرفكم بما جاء في تصريح والي ولاية الجزائر العاصمة فيما يخص برنامج نتاع مكافحة ندرة المياه في ولاية العاصمة وكل المشاريع اللي تمت واللي راهي قيد الإنجاز، وكذلك المحطات المستقبلية لتحلية المياه البحر وكل ما هو له علاقة بهذا الموضوع نتاع المياه شرب. أترككم تتابعون والسلام عليكم. الوالي، يعني نصل الآن ربما إلى إشكالية ربما تقلق يعني سكان العاصمة، وهي إشكالية المياه يعني في العاصمة وتوزيعها إلى غير. طلبتم أنتم السيد الوالي بتسريع وتيرة أشغال محطات تحلية مياه البحر ودخولها حيز الخدمة، وهذا الملف كان ملف كبير في الاجتماعات الأخيرة لمجلس الوزراء. حقيقة احنا الآن يعني على مستوى العاصمة التزويد بالمياه الشارب عندنا يجي من ثلاث أنظمة. عندنا نظام تاع السدود، عندنا نظام تاع المياه الجوفية يعني عبر حفر الآبار اللي تمت، يعني عندنا حاليا تقريبا 300 البئر اللي راه مستغل واللي يعطي لنا حوالي 320 ألف متر مكعب في يوميا. المياه السطحية هذه اللي تجي من السدود تعطي لنا حوالي 150 ألف متر مكعب يوميا. أما بالنسبة لمحطة تحلية المياه عندنا تقريبا 400 ألف حاليا، 400 ألف متر مكعب في اليوم، يعني إجماليا عندنا حوالي 850 ألف متر مكعب في اليوم. هذا هو الإنتاج تاع اليوم. كيفاش لحقنا 400 ألف؟ هذا بعد البرنامج الاستعجالي اللي انطلق منذ سنتين. عندنا محطة جيرالدا، محطة بالامبيش، محطة عين بنيان، محطة الباخرة المحطمة الباتوكاسي، ومحطة تمن تفوس اللي استلمناها يعني منذ أسابيع. فيه كذلك مشاريع أخرى اللي راهي في انطلقت يعني في الإنجاز، وعندنا وحدة محطة اللي راح تدخل حيز الخدمة خلال الصائفة، هذه هي محطة قرصو. محطة قرصو اللي راح تعطي تزود العاصمة ب 80 ألف متر مكعب يوميا. وفيه محطتين أخرتين اللي راهي بدأت فيها الأشغال يعني غير كما عندنا محطة كاب جنات، المحطة الثانية تاع كاب جنات اللي راح تزود هذه القدرة تاعها الإنتاجية تاع 300 ألف متر مكعب يوميا. وعندنا في الناحية الغربية محطة فوكا، كذلك محطة ثانية لفوكا اللي تنتج 300 ألف متر مكعب. هادو راحين يدخلوا في الاستغلال مع نهاية سنة 2024. يعني نقدر نقول الصائفة تاع 2025 راح إن شاء الله نكونوا مرتاحين، لأن الهدف هو استعمال المياه هذه اللي تنتج يعني عبر محطة تحلية المياه، ونخلي نستحفظ على المياه الجوفية يعني بوغ كونستيتيو لا ناف فرياتيك، لأن لو كان ما نلحقوش لهذا الشيء هذا راح يكونوا انعكاسات سلبية يعني على كيفاش يقولوا سوغ لو بلان انفيرونمونتال، يعني تقيس حتى الفلاحه يكونوا انعكاسات حتى كما قلت سلبيه على المنتوج الفلاحي. اذا نقدر نقول من 2025 راح نكونوا مرتاحين ان شاء الله، كميه تكون لا باس بها فيما يخص انتاج المياه. فضلي رقيه، في هذا الاطار دائما هل نستطيع ان نقول للمواطن العاصمي انه سيعيش اريحيه هذه الصائفه خاصه مع استلام هذه المشاريع، ولكن بالمقابل فيه موجه يعني جفاف ضربت العالم كله يعني. نعم. مع التقلبات هذه ولا الشانجمون كليماتيك هذو يعني عندهم ضغط كبير يعني على الانسيدونس كبيره. ما نقدرش نقول هذا الشيء، هذا كونترير لازم نقوله، لازم يستحفظ على المياه، ورانا نمر بمرحله يعني نوعا ما صعبه، نقدر نقول نوعا ما صعبه. كي تشوفي رانا 50% من البلديات رانا نزودوها ب يعني يوم في اليومين ان جور سور دو، ونعطوا لهم يعني
المدة تاع 8 ساعات حتى 12 ساعة، وفي 50 بلدية أخرى زودوها ثاني يوميا ما بين 6 سوايع إلى 8 ساعات. يعني رانا شوية مزيرين، لكن مع دخول حيز الخدمة هذه المحطة تاع قرصو اللي حتزودنا ب 80 ألف متر مكعب يوميا، هذه بالك ربما في مع بداية الصيف هذه نرتاحوا شوية يعني يكون. ولكن احنا ماذا بينا كما يقولوا نزيروا روحتنا، نزيروا سنتوره كما يقولوا حفاظنا على الاحتياط، ترشيد هذه المياه، خاطر ماناش عارفين احنا دوك لي تيكنيسيان يقول لك يديروا حساباتهم لي سيمولاسيون، قال في اكتوبر تصب، شكون راح يخدم لنا في اكتوبر تصب الشتاء؟ انا احنا يعني في الاستراتيجيه تاعنا نزيدوا نزيروا شويه، نبقاو في هذا التوزيع الحالي 50% نهار في اليوم و50% نهار في اليومين عفوا و50% يوميا، نبقاو بها حتى تجوز الصائفه هذه.